عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة يا سنة تالتة بقى هنخلص القصة ان شاء الله، هناخد الفصل الرابع عشر. احنا وقفنا عند الفصل الثالث عشر لما العرب الجيش المصري انتصر على الفرنجة ورجعوا بالاخبار لشجرة الدر، وعز الدين ايبك وبيبرس وقفوا مع شجرة الدر ونبئوها بالاخبار وانهم قدروا يقضوا على الفرنج، فطلبت منهم ان هم يخلصوا عليهم خالص ويخلصوا على كل الفرنجة اللي لسه موجودين في دمياط. فقالوا لها هم الوقت يا مولاتي زي الانسان الجريح اللي ناقص حاجة بسيطة جدا وينتهي. فطلبت منهم ان هم يروحوا وهم لسه في جرحهم عشان ما يقدروش يقاوموا. فقالت لهم غدا سنعلن الافراح بالانتصار، وبعد غد نستعد لتكمال المهمة او اكمال النصر. هنبدأ بقى الفصل الرابع عشر بداية من أول ما توران شاه وصلوا الخبر وجاء من القاهرة إلى المنصورة. عندما بلغ توران شاه مصر ذهب مسرعا إلى المنصورة، فأعلنت شجرة الدر حين ذاك وفاة السلطان. مجرد ما إجا المنصورة على طول على الفور أعلنت شجرة الدر بوفاة مين؟ السلطان نجم الدين، وولت ابنه على طول إنه يكون خلف لها، رغم ان هي عارفة كويس قوي ان هو انسان غير كفء لهذا المنصب، ولكن هي كانت بتدبر له لشيء. هي كانت حاطة كده منظر يعني قدام الناس وكانت بتدبر له في شيء، وهنعرف في اخر الفصل ده ايه هي اللي كانت بتدبره له. تمام يا ولاد؟ وما شالتش ايدها من الحكم، هي ما زالت بتحكم، ولكن هو كل الحكاية هو منظر قدام الناس. بدأ بقى توران شاه زيه زي عمه العادل لو انتوا فاكرين، اللي كان حكم قبل نجم الدين اللي هو أخوه سيف الدين العادل. بدأ بقى يهتم بشهواته فقط وملذاته، وبدأ يعامل شجرة الدر معاملة قاسية جدا جدا، وبدأ يحاسبها على كل الأموال اللي نجم الدين سابها. طلب منها ان هي تجيب له بقية كل الأموال اللي والده سابها، وتعرفه هي لو هي صرفت منها حاجة صرفتها فين، وتعرفه كل شيء بدون ما يعرف يقدر لها العمل اللي هي عملته، ولا يقدر اي حاجة من الحاجات اللي هي عملتها من اجل والده. اجتمع الامراء لشجرة الدر ويجوا لها يشتكوا من مين؟ من توران شاه ومن تحكمهم فيه. بدأ يخلع الامير اللي عايزه ويحط امير تاني مكانه اللي هو عايزه، بدأ يلعب بالحكم ويتصرف تصرفات السفيه. الامراء اللي هم ماسكين البلاد اتضايقوا من شؤونه ومن امره، ورجعوا اجتمعوا عند شجرة الدر يشتكوا لها من افعاله. فقالت وهي تبتسم اليس الوطن اولى بكل تفكير؟ ما تفكروش فيه، سيبوه كده واركنوا على جنب واعتبروا ان هو مش موجود، وابداوا فكروا في البلد وفي الوطن، لان الوطن اولى بكل لحظة تفكير. رد عليها الامراء وقالوا بس هو عمال بيهن اهانات متكررة، ويعني انها اهانات متكررة وحمق لا يطاق ولا يسكت عليه، وتصرف يودي بنا جميعا، واذا كان هذا موقفه منا والمعركة على اشد. اذا كان هو بيعمل العمال دي واحنا في عز الحرب والمعركة على اشد، فكيف او ماذا يفعل بنا عند السلام؟ يعني هيعمل فينا ايه بقى لما تضع الحرب اوزارها وما نشعر كده بالسلام؟ هيعمل فينا ايه اذا كان احنا في عز الحرب وبيعمل فينا العميل ده؟ ده مين ده؟ توران شاه. يبقى كان سفيه احمق لديه حمق لا يطاق. ممكن يجيلكوا السؤال بما اشتكى الامراء توران شاه؟ هتشتكوا ان هو اهانات متكرره، حمق لا يطاق ولا يسكت عليه، وتصرف يودي بهم جميعا، واستغربوا عليه افعاله دي في عز الحرب، امال بقى لما تضع الحرب اوزارها هيعمل فيهم فردت بقى شجرة الدر هي عماله تهدي فيهم مدبر الليل والنهار يتصرف يا بيبرس، ما تقلقوش ان شاء الله باذن الله ربك اللي مدبر الليل والنهار هيتصرف. وهي كل ده هي عارفه هي هتعمل تمام يا ولاد، هي بتدبر له في مكيده، ولكن هي منتظره تخلص من العدو الكبير وهو الفرنج، وبعدين تبدا تتخلص من اعدائها اللي في الداخل. والذي مد سيفنا الى عنق درتوة قادر ان يريحنا ويذهب عنا الاذى والحزن. اللي خلانا نقدر نتخلص من درتوة يخلينا نقدر نتخلص من مين؟ من توران شاه. فدعنا من توران شاه الان، وخلينا في المعركه، واخبرني بما تم في الخطه الجديده. قل لي
ايه اللي انت الخطة الجديدة اللي انت عملتها للويس عشان توقعه وتوقع كل الفرنجة اللي لسه ايه موجودين. راح بيبر سائل لها: انتهينا يا مولاتي من صنع السفن وسنحملها مفصلة إلى بحر المحلة، هيذهبوا إلى بحر المحلة وهناك يتم تركيبها ثم تشحن بالرجال والذخيرة وتقف في طريق السفن الفرنجية القادمة بالميرة من دمياط، فيموت لويس ومن معه جوعا إن ركب رأسه ولم يسلم أو يسرع بالفرار. يعني يا أولاد هم هيقفوا في البحر بالسفن بتاعتهم ويستنوا السفن اللي جاية بالأكل ويحجزوها. تمام يا اولاد، هيقفوا في طريق السفن الفرنجيه القادمه بالميرا، يعني بالاكل والطعام اللي منهم. هيموت لويس من الجوع ان ركب راسه والا هيسلم، يعني هنشيل منهم المراكب اللي جايه بالاكل وهنسيبهم يا يسلموا يا يموتوا من الجوع. تمام، يبقى ما الخطه التي وضعها بيبرس؟ على فكره دي يا اولاد بتيجي دايما في الامتحان كتير قوي قوي قوي، جهت السؤال ده او لقيته. الخطه اللي وضعوها ان هم ايه هيعترضوا السفن التي تاتي بالميره من دمياط، الميره دي اللي هي الاكل والطعام، وساعتها لويس هيكون مضطر يا اما يموت من الجوع هو وكل اللي معاه يا اما يسلم ايه نفسه. تمام، فسرت شجره الدر لما سمعت وجعلت تطيب خواطر الامراء، خلتهم قالت لهم ما تزعلوش من ترانشا واستحملوه بعض الوقت لحد ما نخلص من العدو الايه الكبير، ليرجئوا ما في نفوسهم الى ما بعد المعركه. فخرجوا مقتنعين برايها واندفعوا الى العمل لينهوا الحرب، وبعدها تلتفت سيوفهم الى رقبه توران ايه شا، هي ده اللي هي بتخمن، خلصوا من نخلص من العدو الكبير وبعدين نخلص من توران شا. ثم زادت الاخبار السره شجره الدر سرورا، فقد وردت بما يسلك صدرها ويقوي املها في النصر. ايه هي الاخبار اللي ساعدت او اللي خلت شجره الدر سعيده؟ ان هم قالوا لها احنا خلاص رحنا بالسفن بتاعتنا وحوطنا، يعني احطنا الفرنج واخدنا السفن بتاعتهم اللي محمله بالزاد والعتاد، فبغطتها سفننا المتربصه، فاخذنا مراكبهم الاثنتين وخمسين اخذه رابيه، اخذوا منهم 52، وركزوا في الاعداد عشان تحفظوا دي من الحتت المهمه. يبقى هم نزلوا على سفنهم بغته يعني في حين غفله، واخذوا 52 سفينه وقتلنا منهم نحو 1000 وغنمنا كثيرا من الغنائم. طبعا اخذوا بقى الاكل والشرب والسلاح اللي كان جاي لهم في السفن اللي قادمه من ايه من دمياط. وصلت مراكب الفرنج بالميره الكثيره، فالتقت بها سفننا وقضت عليها جميعا، لم يفلت واحدا من رجالها، وكانت 32 مركبا منها 9 شوان. 9 شوان يعني ايه؟ مليانه الشوان دي اللي هي السفن الحربيه يا اولاد، تمام، اللي مليانه بقى بالاسلحه والكلام ده. لويس حائر متفزع تدور به الارض، ده كلها اخبار بتيجي لمين؟ لشجره الدر. يعيش في مجاعه هو ومن معه، ياكل هو وجنوده الحشائش والاسماك وجذور النبات، اصبحوا حيوانات تتقمم، يعني بتلم القمامه. الجيش الفرنجي مهدد بالفناء، خلاص الجيش الفرنسي قرب ينتهي. الفزع يشتد في دمياط ومن فيها هائمون على وجوههم. امراه لويس التاسع الجازعه تبكي حظها، خايفة ومرعوبة وبتبكي حظها، تندب زوجها تبحث عن طريق للنجاة، لكن المصيدة انطبقت عليها والشرك أحكم على زوجها وحملتها. خلاص الموضوع بانتهى، خلاص ما عادوش لاقين أكل ياكلوا، بينزلوا ياكلوا الحشائش من البحر والنباتات، وبياكلوا الأسماك، وقاعدين بقوا حيوانات بتتقمم، بيلموا القمامة هو وجنوده، وكل دمياط فزعة، وطبعا بيتكلم على الفرنج اللي موجودين فيها، وشجر مارجريت اللي هي زوجة لويس بتندب حصدها وتبكي على ايه زوجها. طيب طبعا الأخبار دي خلت شجرة الدر تكاد تطير من الايه من السعادة. ولم يطل الوقت وأقبلت رسل لويس ذليلة تعرض الصلح وترك دمياط والعودة بما بقي من الجيش في مقابل تسليم بيت المقدس وبلاد الساحل من الشام. فصاح بدر الدين مندوب مصر، خلوا بالكم بدر الدين مندوب مصر دي بتعدينا وبيجي يسألكم من هو مندوب مصر. بدر الدين مندوب مصر في وجه مندوب الفرنجي ساخرا، يبقى مجرد ما ده حصل ده لويس راح قايل نبعت لهم حد كده يتفاوض معاهم. طب انت في الوضع اللي انت فيه ابعت حد يقول لهم خلصونا ونروح بيتنا ولا كأننا عملنا حاجة واحنا اسفين وما عدناش هنعمل كده تاني؟ لا، ده رايح يتشرط ليهم رغم ان هو في الموقف الاضعف ويقول لهم عايزين خلاص احنا مستعدين نروح، بس ادونا بيت المقدس وبلاد الساحل من الشام. شوفوا جبروته، ده لويس بيطلب من الجيش العربي بعد ما هو محتل ومتحاصر من جميع الاماكن
جاي يقول لهم ادونا بيت المقدس وهنسيب لكم دمياط وهنمشي وادونا ايه بلاد الساحل من الشام. فصرخ في وجههم بدر الدين كان مندوب ايه مصر، يعني هو اللي كان بيرد بالنيابة عن الجيش الايه المصري. صرخ في وجه مندوبي الفرنج ساخرا: ماذا يعرض لويس؟ هو لويس بيعرض ويقول ايه، وكيف يخيل اليه اننا سنوافق على هذا العرض؟ هو ازاي متخيل احنا هنوافق على كده او نعيره التفاتة؟ الم يعلم الى اليوم حرصنا على ثالث الحرمين والقبلة الأولى للمسلمين اللي هو بيت المقدس وما لها من في صدورهم من المكان العظمى، فكيف يسلمونا؟ انتوا هبل، انتوا فاكرين احنا ممكن نسلمكم بيت المقدس؟ انتوا مش عارفين ان هو ثالث الحرمين الشريفين والقبلة الأولى للمسلمين؟ مستحيل هنسلمه، ومش هنسلم شبر واحد ايه منه، لن نترك شبرا من أرض الشام، بل يتخلى لنا الفرنج عن كل ما بأيديهم منه. ده انتوا، ده احنا مش هنديكوا اي حاجه، ده انتوا اللي هتسيبوا لنا كل حاجه انتوا اخدتوها. اذا احبوا ان نفتح قبضتنا، يعني نسيبهم ونطلق لويس المسكين. لو انتوا عايزين تاخدوا لويس وعايزيننا نسيبه من تحت ايدينا، انتوا اللي تجيبوا لنا اي قطعه ارض خدتوها من بلاد الشام، تمام، قبل ما تمشوا وتسيبوا كل حاجه وتمشوا، وسنرضى بهذا الثمن اشفاقا ورحمه على هذا المغامر الذي اندفع الينا في غير رويه. احنا عارفين انه وهبل ومتهور ومفكرش كويس قبل ما يجي لنا، جالنا في غير روية، يعني من غير تفكير ولا تدبر ولا علم بنا وبسيوفنا ورماحنا، إنه في قبضتنا القوية ولن يفلت منها، وقد وضع نفسه في أحرج مكان، فلا إلى المنصورة وصل ولا إلى دمياط عاد، وسوف يقبر في هذا المكان الذي اختاره ليكون مثواه الأخير. ده كان رد مين يا ولاد؟ بدر الدين مندوب مصر على مندوب الفرنج. قال لهم مستحيل هيتحرك من تحت ايدينا غير لما يسيب كل قطعة أرض وكل شبر أرض حط ايده عليه ويرجع بلده ذليل. هو حط نفسه في موقف صعب ما بين المنصورة ولا ما بين دمياط، لا عارف يروح المنصورة ولا عارف يرجع ايه دمياط. هو المكان اللي اختاره وقف فيه هيكون القبر ليه ان شاء الله. ده كلام مندوب مين؟ اللي هو بدر الدين مندوب مصر. كيف ينجو هذا ذلك البغي من عقبة طمعه؟ قولوا له: دمياط والقدس وبلاد العرب كلها وطن واحد. دمياط هي هيها بيت المقدس، هي هيها بلاد الشام، كل بلاد العرب وطن ايه واحد، كل جزء فيه كسواه، ولن نفرط في قلامة ظفر. يعني اللي هو زي ما بيقولوا كده ضفر حد اللي بترمى وتقصقص وترمى، ده يعني اللي هي قلامة اللي بنقلمها من الايه من الظفر. فليزق الحمام اللي هو الموت، وليسكن مصر لا في جناتها ونعيمها، ولكن في ايه قبورها التي ضمت قبله كثيرا من المعتدين الباغين. هو هيدخل مصر اللي بيحبها دي ونفسه فيها، بس هيدخل في قبورها، مش هيتنعم ابدا بخيراتها ونعيمها. عاد رسل لويس إليه يصفون له ما رأوا وما سمعوا من عزم العرب ورفضهم تسليم شبر واحد من أرضهم، فامتلأت عيناه بالدموع. ومن خلف تلك الدموع التي تقاطرت نظر إلى جنده الذي أضناهم الجوع. قعد يعيط، بص للجنود اللي حواليه كلهم جعانين، خلاص هيموتوا من الجوع، مفيش في إيده حاجة، بدل ما يقول لهم يا جماعة خرجوني بس واللي انتوا عايزينه مستعد تدفعوا، لا ده رايح يتشرط عليهم. فقعد يبكي وقرأ ما في أعينهم من السخط والتذمر، فخاف العاقبة وأصدر الأوامر. بص على الجنود بتوعه تلاقوهم متضايقين وقاعدين يبصوا له، إيه المصيبة اللي أنت حطتنا فيها دي وإيه الكارثة دي، إحنا هنموت من الجوع ومستعدين إن هم يبيعوه في أي لحظة. فقال: بدل ما استنى ما هم يبيعوني لما نصدر الإيه الأوامر. أصدر الأوامر بإيه يا ولاد؟ أصدر الأوامر بإنه هيسيب دمياط وهيرجع تاني إيه لبلده. وبينما كان المسلمون يبدأون عامهم الجديد فرحين بما أفاء الله عليهم من نصر وما أنزل بعدوهم من هزيمة، وشجرة الدر تضع الخطة لإنهاء المعركة، أقبلت الأنباء العاجلة تهز القلوب فرحا. إيه الأنباء؟ خلاص لويس قرر يمشي، الفرنج ينسحبون إلى دمياط يتحركون في سرعة الرياح، رايحين راجعين دمياط عشان ياخدوا من دمياط على إيه على فرنسا. مشاة وفرسانا يجرون ذيول الخيبة وسفنهم بجانبهم في النيل. السفن في النيل واللي ماشيين على الأرض ماشيين جنبهم في النيل، يذلون أذيال الإيه يجرون أذيال الخيبة إلى إيه عائدين إلى بلادهم ومن حيث ما إيه جاءوا. ولم يتركهم جنودنا وطاروا بجيادهم خلفهم. الجنود ما سابهمش يمشوا كده لا ده جروا وراهم
بقوا يخلصوا عليهم كده، يجيبوا المؤخرة بتاعت الجيش ويخلصوا يخلصوا يخلصوا لحد ما سبقوا ما سابوش ولا ايه ولا واحد في الجيش. تمام يا اولاد. وصفوا انهم ولم يتركهم جنودنا وطاروا بجيادهم خلفهم يبعثرون مؤخرتهم، يعني يخلصوا عليهم من الاخر، وينثرون اشلاءها في الطريق بين الحقول، وهم يفرون في هلع من الموت الذي يلاحقهم ويطحن من يدركه منهم حتى بلغوا فرسكور. لحق المسلمون بأولئك الفارين ونشبت معركة طاحنة، فهجم بيبرس عليهم في ضراوة وشق صفوفهم أمام جنوده ومالوا عليهم مالية واحدة وأثخنوهم ضربا وطعنا وسيف لويس جامد لا يجد يدا تدفعه ولا قلبا يحركه، مش قادر لا يحرك سيفه ولا يدافع عن نفسه، خلاص هو تجمد العروق في دمه وكمان هلكانين من الجوع، فما فيش جندي قادر يدافع ولا لويس نفسه قادر يدافع عن ايه عن نفسه، وجنوده حوله لا يحسنون ضربه ولا طعنه، فلم يجد المعتدي سوى الفرار ملتجئا الى قريه منيه ابي عبد الله على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط بين فرسكور وشرمساح. فروا هاربين يا اولاد، بقوا ما مش قدامهم غير انهم يجروا قدام الايه الجيش المصري، والجيش المصري عمال يخلص عليهم وملى بالمكان في فرسكور ده، ملى اشلائهم في هذا المكان، وهم فروا هاربين ما لا قادرين يدافعوا عن نفسهم ولا قادرين يعملهم، لحد ما وصلوا الى قريه منيه ابي عبد الله على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط بين فرسكور وشرمساح. طبعا الاسماء صعبه شويه بس معلش. فر ذلك الجبان بنفسه تاركا خلفه 30,000 من الضحايا تساقط الطير على جثثهم وتجهز الوحوش على من بقي فيه رمق منهم، ولكن اين يفلت ذلك القابض؟ هو فر هارب وساب كل جنوده وعمال يموتهم، اللي مات والطيور عماله تاكل فيه، واللي بيحاول يموت الوحوش مش مخليين في ايه شيء. لاحقنا لويس ومن تبعه فلم يجدوا امام افواه الموت سوى ان يرفعوا ايديهم في ذله يطلبون الامان ويستسلمون للاسر. لويس هرب مش وراه الجيش المصري، ما تلقاش قدامه غير انه يسلم ويستوصي، خلاص انا مسلم يا جماعه، خلاص خدوني ايه اسير. فبالفعل اخدهم اسرى لويس وكل اخواته اللي كانوا لسه ايه متبقيين. طربت شجرة الدر لما سمعت والتفتت إلى جندها الأبطال الذين زفوا الأخبار وقالت بوجه مبسوط فرح مسرور وماذا صنعتم بملك الفرنج؟ مسكين عملتوا في إيه؟ مسكين كان يعد نفسه ليكون ملك مصر والشرق ويعد امرأته لذلك الملك وتكون شجرة الدر جارية إيه لها تزلها وتزل بها المسلمات، فأين ذهب؟ ردوا عليها وقالوها في دار ابن لقمان. ذهب فين يا أولاد؟ لأن ده سؤال مهم بيجي في الامتحان. أين ذهب لويس عندما أسره الجيش الإسلامي أو المسلمون هنقول سجن في دار ابن لقمان أسيرا ذليلا يرسف في الأغلال يحرسه الطواشي صبيح. الطواشي صبيح، من اللي بيحرس يا أولاد؟ الطواشي صبيح. وأخواه أنجوا وبواتي في القيود يا مولاتي مع الأسرى يلعنان من فكر ومن أشار ومن دبر يودان أن يضمهما قبر أخيهما درتوى الذي لقي حتفه بسيوفنا ويريح أنفسهما مما جدان من المزل. قالت لهم طب أخواته راحوا فين؟ قالوا لها معاه، موجودين معاه في دار ابن لقمان. قالوا لها معاه في دار ابن لقمان بيلعنوا اليوم اللي هم اجوا في ايه على مصر وسمعوا كلام لويس وحضروا معاه. تمام يا ولاد. وبيتمنوا ان هم يموتوا ويحصلوا ويدفنوا في قبر دارتوا ويرتاحوا من اللي هم ايه فيه ومن الذل والمهانه اللي هم فيها. تمام تمام. قامت قالت لهم واين السلطان العزيز ترانشا؟ فين بقى ترانشا؟ احنا خلاص اهو خلصنا من الفرنج ومن لويس، اين السلطان العزيز ترانشا؟ قالوا لها في فرسكور يا مولاتي غارق في لهوه ولعبه يعزل ويولي وينحي الأمراء الأبطال ورجال الدولة المخلصين ويوعدنا بالقتل والفناء وقد انتهت المعركة بيننا وبين الفرنج ولم يبقى سواه. خلاص يا مولاتي احنا تخلصنا بقى من الفرنج، ما عادش قدامنا غير مين؟ غير ترانشا. ابتسمت شجرة الدر ابتسامة عريضة، ده اللي كانت عايزة شجرة الدر، كانت إيذانا منها ببدء العمل. ضحكت يعني يلا ابدأوا بقى خلصونا من مين؟ من ترانشا. وبالفعل انصرف الجنود مسرعين إلى فرسكور واقتحموا على ترانشا برجه الخشبي وضربه بيبرس بسيفه فقطع أصابعه ففر إلى أعلى البرج واحتمى. بيبرس ضربه يا أولاد الضربة الأولى، خلوا بالكم لأن بيسألكم مين اللي موته،
مين اللي ضربه؟ الضربة القاتلة، هو بيبرس ضربه فقطع أصابعه، ففر إلى أعلى البرج واحتمى به، فلم يصعدوا إليه، قالوا بلاش نطلع له، صبوا فوق، وراحوا مولعين النار في الإيه، في البرج الخشبي كله، ما لقاش قدامه مفر غير إنه يرمي نفسه من إيه، من أعلى البرج، فنزل فيه النيل، فسبح المماليك إلي يا أولاد، وأمامهم أقطاي. أقطاي ده كان الكبير بتاعهم يعني، شهيرا سيفه حتى بلغه، فضربه ضربة أطاحت بإيه، برأسه، وترك جثته تهوي إلى أعماق الماء، ثم عاد إلى الشاطئ وهو يردد في غضب قائلا: هذا جزاء من إيه؟ لا يحفظون العهد ولا يقدرون العاملين، جزاء من أعناه وقدمناه وملكناه، ثم استدار علينا بالإيه؟ بالأذى، ثم أسرعوا يفكرون في الملك الجديد من يكون. وبكده يا ولاد يكون انتهى، يبقى خلصوا، بيكون انتهى الفصل الرابع عشر، وفي خلصوا خلصوا على ترانشا، وخلصوا وخلصوا من لويس واخواته، بس لويس واخواته لسه موجودين بس في دار ابن لقمان، وهنعرف بقى في الفصل الايه الخامس عشر هيعملوا في لويس التاسع ايه. تمام يا اولاد، وبكده نكون انتهينا من الفصل ده، ارجو ان انتوا ترجعوا اقرؤوا بس، واقرؤوا القص الاسئله بتاعته، وشوفوا الفيديو ده، ان شاء الله مش هتبقوا محتاجين لاكتر من كده، انا نزلت كل فصول القصه، مش ناقص غير الفصل الاخير، وهينزل لكم ورا الفصل ده على طول في يوم واحد باذن الله، بحيث ان انتوا خلاص تراجعوا وتحلوا امتحانات، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم امتحان او اتنين يا سنه ثالثه تشوفوهم وتشوفوا ازاي طريقه اجابه الايه الامتحان. ارجو اللي شاف الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناه لو كنت لسه ما اشتركتش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.